ميسم، كيف تقدر اليوغا تساعد المرأة الحامل على أنها تولد بطريقة طبيعية؟ أوكي. هلا مثل ما معروف يعني اعتقاد شائع انه المرأة بس تحبر او تصير pregnant ما لازم تتحرك، من قلها ارتاحي وقعدة. اكيد هذا الشيء بيخدم مصالحنا نحن الشخصية، بس من ميلة تانية كتير الحركة مهمة، وخاصة تمارين اليوغا وتمارين التنفس وتمارين الليونة والقوة اللي بيخلوها تهيئ حالها نفسيا وجسديا. نعم. بيصير في عندك كنترول أكتر على النفس، كنترول أكتر على السيتويشن أو البوزيشن اللي هي موجودة فيه، بس بتقدر تتحكم بالوجع بطريقة أحسن. يعني نعم. مش أنه الوجع بخف، بس هي قدرتها على التحمل تكبر أكثر، لأنه نحن من وراء تمارين التنفس وتمارين اليوغا اللي بنعملها. نعم، وهي هناك تمارين خاصة أصلاً بمنطقة الحوض بعتقد، يعني مزبوط. كمان تعمل على تشجيع الرحم، على يعني أنه يكون بوضع أسهل وقت الولادة، صح؟ exactly. نحن كتير بنركز، بس كنا خاصة بالبرينيتال يوغا أو اليوغا للحوامل بنركز على منطقة الحوض، يعني نعم. أكثر شيء بنعمل exercises كرمال نقدر نفتح المسلز أو العضلات الموجودة بمنطقة الحوض. نعم، وهي التمارين بينفع أنه حدا يلتحق فيها، يعني السيدة تلتحق فيها لما بتبلش بالحمل، أو لازم تكون أصلاً ممارسة لليوغا من قبل؟ لا مش ضروري. سو البرينيتال يوغا هو خاص للنساء اللي جديد باليوغا، أو نعم. بس يصيروا pregnant أو بس يصيروا بتصير حامل بتبلش تعمل يوغا. سو هي بيكون مهيئة، ما إنه كتير صعب، let's نعم. like kind of a beginners، وفيها تعملون. نعم. تعملون يعني بكل هي مرتاحة. خلينا نشوف. أوكي. سو حنبلش ب وضعية نتربى. نحن قاعدين أكيد على طول الظهر بده يكون جالس. سو منجيب إيدينا على الركب وحنعمل مثل حركة دائرية، حنقرب جسمنا لقدام ونرجع شوي لورا. هيدي بتبلش إنه نعمل مثل ليونة أو بلشنا نحرك الظهر. نعم. سو نعمل مرتين باتجاه عقارب الساعة وبالعكس. أوكي. من هون حنرجع نفتح الإجرين. أكيد الأوراق لازم يكونوا الحوض لقدام، سو إذا حدا يمكن إذا عندها الحوض شوي رجع لورا بنفضل إنه تعليه تقعد على بلوك. نعم. أوكي. سو من هون فيها تفتح قد ما فيها. سو من هون ححط إيد قدامي وإيد وراي، مش ضروري كتير بعدها، وحأعمل كان في تويست. سو بهالطريقة نحن بنكون عم نفتح عضلات الحوض وكمان عم نلين الظهر. نعم. لأنه أكيد بس تكون المرأة حامل كتير بيوجع ظهرها. سو صحيح. كنا we're targeting شغلتين بنفس الوقت. من هون كمان أنا بجرب مشي بإيدي لقدام قد ما فيني، مش ضروري أعمل beyond my limits، حتى فيني أستعين ببلوك أو بشيء قدامي كرمال حط إيدي عليه إذا ماني قادرة أقرب بقى أكثر وظهري جالس. وأكيد كل الوقت عم نركز على النفس، يعني هو هيدا الشيء اللي بيفرق بين اليوغا والإكسرسايزز الثاني، إنه النفس يعني awareness، عم نخلق وعي جديد على الجسم، على نعم. النفس، على الفكر. ولازم نفكر بال يعني بالمحل اللي نحن عم نشغله بعد. exactly. نفكر بالمحل اللي نحن عم نشغله. من هيدي الوضعية هاجي على وضعية الباترفلاي أو الفراشة. هجيب كعب الإجرين سوا وبمسك إجري كأنه عم بفتح كتاب وبفتح الإجرين قد ما فيني. كمان كل الوقت بدي ركز أنه الظهر جالس وكل الوقت عم نتنفس. تنفس اليوغا الكامل يعني عم بتنفس، عم بياخد نفس من البطن للصدر للرأس للكتاف، يعني عم طلع النفس كله عم فضيه كله. وهذا الشيء يعني بس نحنا نخلق وعي على التنفس، والتنفس كتير بيساعد المرأة خاصة بوقت المخاض. لأنه ضروري، بيقول أهم شيء التنفس، كيف تقدر تتنفس وكيف تقدر تتخلص من الأوجاع الطلاق عبر التنفس، عبر نعم. تقنيات التنفس. نعم. ومن هون حنرجع لوضعية سكواتينج. هلأ هيدي أنا بنصح يعملوها على بلوك. ضروري تنعمل على بلوك خاصة إذا كانوا بأول فترة من الحبل. نعم. هلا إذا كانوا صاروا بالشهر التاسع فين يشيلوا البلوك عادي. سو بنقعد على بلوك وبنفتح الإجرين، نحط كوعنا ضمن النيز. نعم. ومنجلس الظهر وكمان كل الوقت عم نركز على التنفس. من هون حنرجع نوقف. سو أنا بنصح على طول المرأة الحامل توقف على مهلها، لأنه أوقات إذا بنوقف بسرعة يمكن تدوخ. سو شوي شوي بنفضل نوقف وعلى طول بنركز على النفس. من هون حنروح نفتح الإجرين، حيكونوا الإجرين parallel لبعض.
متوازيين متوازيين مزبوط. سو حنحط ايدينا على الخصر، ناخذ نفس وحانزل لهون. هلا يمكن اقدر اوصل لهون بس مش اكثر، سو انا بستعين ببلوك، فيني اعمله هيك، فيني اعمله هيك اذا هالقد فيني اوصل لهون لهالدرجه. سو هون كمان كل الوقت عم نركز على النفس، وهون انا لازم جيب الحوض لقدام، هيدا بيساعدني افتح عضلات الحوض، افتح عضلات الاجرين من ورا. نعم. ومن هالوضعيه انا كمان حاعمل تويست، سو ححط ايدي اليمين على البلوك وبدي اعلي ايدي الشمال لفوق. بجرب جيب الكتاف بخط واحد وكل الوقت عم بتطلع لفوق، اذا عندي مشكل برقبتي ما ضروري اطلع لفوق، بتطلع لتحت. واكيد بعمل الاتجاه المعاكس، يعني على طول ما نركز انه نحن عم نعمل الميلتين متوازيين مع بعض، متساويين مع بعض. يعني ما منشد لورا الكتف اللي فوق، ما منشده لورا. اي لا ما منشده لورا قد ما فينا، يعني انا مثلا هالقد بوصل لهون، ماني قادره اوصل. اذا كتفي عم يوجعني فيني اعمل اوبشن كمان خلي ايدي على خصري. نعم. اوكي. سو انا على طول بركز انه نحن بنعمل حسب طاقه الجسم، يعني مش اكثر من هيك، لانه اذا عملنا اكثر من طاقه الجسم يمكن معقول تتعب حالنا. مزبوط. طب وللمبتدئات حتى تستفيد شوي، قد ايه مطلوب منها تعمل؟ كم مره بالاسبوع ولمده قد ايه من الوقت؟ اوكي. سو ضروري هلا اذا بدها تستفيد مرتين بالاسبوع. هلا مره اكيد احسن من بلا، بس إذا مرتين بيكون بيرفكت، لأنه بتبلش هي تحضر حالها، تفتح الوراك ليصير الجسم يقدر يفتح أكثر مع الوقت. أحسن مرتين، وأكيد كل ما تزيد الانتنسيتي تبعها أو كل ما تزيد البوسترز أو اليوغا سيشنز كل ما يكون أحسن. وتقريبا ساعة، يعني البريجننسي البرينيتال يوغا بيكون وقتها ساعة. يعني بتبلش بساعة، ما ضروري تعمل أكثر من هيك. وأكثر تمارين يوغا للمرأة الحامل على شو بترتكز؟ على الليونة، على توازن، على تنفس؟ هلا نحن ما كثير بنركز على التوازن، لأنه صارت بمرحلة من حياتها بهمها أكثر، يعني هيدا البارت أوف هير لايف بهمها أكثر تفتح اللوراك. نعم. فنحن كثير بنركز على إنه نفتح عضلات الحوض والليونة أكثر شيء. نعم. الليونة أكيد بهمنا سترينث، يعني بنعمل شوية تمارين قوة كرمال هي كمان تكون جاهزة لمرحلة الولادة، لأنه بدها قوة، يعني بدها تو هيدا التارجت السترينث اللي عندها إياها من جوا ترجع تشيلها، لأنه هيدا ولادة طبيعية، هيدا شيء نحن عنا إياه غريزيا عند المرأة وعند الأم. قد إيه بتفيدها ما بعد الولادة تمارين القوة؟ تمارين القوة بعد الولادة أكيد بتكون بتهيئها أنه هي تستعيد جسمها بطريقة أسرع وأحسن، يعني وحتى هي، لأن حتى بعد فترة الولادة أول ما يخلق البيبي بيكون، يعني في اسمها البوست بارتم، بتكون شوي صعبة على المرأة لأنه الهرمونات كتير بتتشقلب. سو اليوغا بتهيئها كمان أنه يعني هيدا البارت من حياتها كمان تصير أسهل، وهي بتقدر تتعامل مع هيدا الوضع، وخاصة مع البيبي جديد، أنه شيء جديد بحياتك تتعاملي معه بطريقة أفضل. نعم. في تمرين ثاني بدك تفرجينا اياه؟ اكيد. سو من هون حنروح على وضعيه المثلث. سو انا اجري اليمين بشكلها واجري الشمال بفتحها بارلل. سو من هون كمان انا حاستعين على طول بالبلوك، يعني مع خاصه المراه الحامل بفضل على طول استعين بالبلوك كرمال انا اكون مرتاحه، ما زي حالي. سو فيني احط ايدي على البلوك من هون وحط ايدي اليمين على الخصر، وكمان بتطلع لفوق اذا قادره، اذا ماني قادره فيني ضلني رقبتي هون. نعم. باخذ نفس واكيد بعلي وبروح على ثاني ميله، وهيدي كمان انا بكون عم بعمل ستريتشنج لمعدتي بطريقه جنتل ناعمه، يعني مش عم زيد ستريتشنج وبطلع من هيدي الوضعيه. انا حروح على وضعيه كمان اسمها الكات اند كاو ستريتش، هي المره الماضيه كمان عملناها. هيدي انا بنصح كل مرأة حامل هيدي كثير سيف انه تعملها وقت يعني حتى فيها كل يوم، بس كرمال تريح ظهرها، لانه كثير بنعاني من وجع الظهر. سو بس بتعلي تشست، بتاخذ نفس وبتفضي، بتطلع لتحت. نعم. الوضعيه كثير سهله واي امراه فيها تعملها، يعني حتى كل يوم اذا هي قاعده عم تحضر تي في او شو عم تعمل شيء هيك سهل فيها تعمل. نعم. هالموفمنت بيساعدها كمان، بيساعد انه الهيبس، بيساعد الحوض وبيساعد الظهر. نعم. من يعني هالوضعيه انا حروح اعمل شويه تمارين تنفس، لانه مثل ما قلت التنفس كثير بيساعد المراه. نعمل تمارين التنفس ان شاء الله بحلقات مقبله. بدنا نشكرك ميسم
شكرا لك يا مدربة اليوغا ميسم مغانا معك هيدي التمارين، وأكيد رح يكون أنا معك لقاءات أخرى. شكرا لك. إذا نصل إلى أول فاصل، نعود بعده لمتابعة باقي فقراتنا، انتظرونا.